يحكي مقابضته على كأس الأمير للمرة الثامنة على حساب القيادة، وآخر لبناني يكرس نفسه زعيما للكأس للمرة السادسة بفوزه على الصداقة. في الدوري العالمي لكرة الطائرة، موقعة كالينينغراد بين روسيا وصربيا تنتهي لمصلحة أصحاب الأرض، ومنتخبا بلغاريا والبرازيل الأقوى بعد جولتين في تصفيات المجموعة الأولى. تألق ليتواني في جولة برشلونة من سلسلة بطولات مارنستروم الدولية للسباحة. وجوائز جولة لندن من فروسية الجلوبال تشامبيونز تور تبتسم لأصحاب الأرض. إذن مشاهدينا، كل تلك المواضيع سنتابعها في حلقة هذا الأسبوع من كل الألعاب. أرحب في البداية بضيفي وضيفكم الكابتن بلال العلويني، محلل كرة اليد هنا في الجزيرة الرياضية. فأهلا بك كابتن. مرحبا بك ابتسام، مرحبا بكل مشاهدي الجزيرة الرياضية الأخبارية، وأهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا. إذن توج السد بلقب كأس أمير دولة قطر للمرة الثامنة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على القيادة في المباراة النهائية. عفيف الزرقي حضر المباراة الختامية للموسم الرياضي وأعاد تقريره التالي. ختام الموسم الرياضي لكرة اليد كان في أبهى حلله لفريق السد بعد أن حقق لقب كأس أمير دولة قطر للمرة الثامنة في تاريخه بفوزه في المباراة الختامية على القيادة ب24 هدفا مقابل 21. فريق الجزائر شعيب كافي تمكن من التحكم في نسق المباراة وتقدم في شوط المباراة الأول بواقع 15 هدفا مقابل 6 بفضل 14 تصد للعملاق الإسباني خوسي هامبرادوس. أما في الشوط الثاني انقلبت الموازين وعاد زملاء المصري حسن يسري واقتربوا من افتكاك المقدمة بفضل أهداف المونتينيغري زوران، لكن الخبرة أثبتت مكانتها من جديد للفريق السدوي الذي تمكن من الصعود على منصة التتويج. في المقابل كان حزن لاعب القيادة كبيرا بخسارة النهائي الثالث هذا العام بعد الدوري وكأس ولي العهد. احنا قدمنا أداء كويس وقدمنا شكل كويس في الدوري وفي الموسم ده، لكن ما خدناش بطوله، وده في حد ذاته بالنسبه لي حاجه مش كويسه. لكن اتمنى الفتره الجايه ان شاء الله نادي القياده يلعب على بطوله، لان زي ما انتم عارفين والرياضيين كلهم عارفين الوصيف عموما ما بيتذكرش في التاريخ. السد ياتي من المركز الثامن لياخذ كاس ولي العهد، كاس الامير عفوا، فمعناه هذا يعتبر انجاز ونحمد الله ونشكره. أنا سعيد جدا بفوز فريقي بالكأس، وبعد المردود الكبير الذي قدمناه طيلة المباراة تمكنا من التتويج، وهذا أمر رائع لنا جميعا. للمرة الثامنة في مشواره يلقب السد بكأس أمير دولة قطر بعد المردود الكبير الذي قدمه طيلة الموسم الرياضي وفوزه الصعب في المباراة الختامية على القيادة. عفيف الزرقي، الجزيرة الرياضية، الدوحة. إذن السد والقيادة في هذه المواجهة كابتن بلال العلويني، هي المرة الثامنة التي ينال فيها السد القطري كأس سمو الأمير أمير دولة قطر، تعليقك على هذه المواجهة بين السد والقيادة؟ طبعا في البداية أهنئ فريق السد على هذا المردود الكبير الذي قدمه أمس في صالة الغرافة، ولا يستطيع أحد أن ينكر أن نادي القيادة قدم موسم سيء، بل قدم موسم رائع جدا، وليس له أن يخجل من هذا النهائي لأنه لعب مع أقوى فريق في قطر. السد لعب شوط أول رائع بقيادة الحارس أومبرادوس، مثل ما رأينا في التقرير للزميل عفيف الزرقي. أومبرادوس وضع علامة قفل للاعبي القيادة، تصدى لعديد الكرات، وأيضا مصطفى كراد اللاعب الأشول سجل عديد الأهداف. القيادة ربما لم يكن محظوظ، لأن نتيجة الشوط الأول ابتسام 15 هدفا مقابل 6، 9 أهداف فارق، وربما الجميع ظن أن المباراة انتهت، لكن القيادة عاد في الشوط الثاني
لكن هناك بعض الأمور التكتيكية بالنسبة للمدرب وخاصة الورقة الحمراء لحسن يسري التي بعثرت أوراق القيادة في نهاية المطاف، لكن السد استحق هذا اللقب عن جدار. إذن هناك استحقاق للسد القطري. سننتقل وإياك لسد آخر في كرة اليد اللبنانية. الصداقة يخفق مرة أخرى في وضع حد لسيطرة السد على الألقاب في موسم مباراة مشهودة غاب عنها الأجانب، نهائي كأس لبنان. إذن في تقرير حسن مرتضى من بيروت. في نهائي يتكرر منذ 6 سنوات أحرز نادي السد لقب كأس لبنان لكرة اليد بفوزه في المباراة النهائية على فريق الصداقة ب28 هدفا مقابل 17 ليحتفظ بلقب المسابقة المحلية للمرة السادسة على التوالي. المباراة تقاسم شوطها الأول الفريقان سيطرة ولعبا، فيما تفوق السد في التسجيل خصوصا عبر اللاعب حسين شاهين الذي تميز بالتسديد البعيد وبالاختصاص معطيا لفريقه أفضلية بفارق 7 أهداف. في الشوط الثاني حاول الصداقة منذ البداية تقليص الفارق فنجح بعد 10 دقائق من تسجيل 3 أهداف، لكنه سرعان ما انهار في النصف الثاني أمام هجمات السد الذي أحكم قبضته على المباراة، فسجل لاعبوه من مختلف الزوايا وتفننوا في الاختراق والتمرير المريح لتنتهي المباراة بفارق 11 هدفا. الحمد لله أول شيء توفقنا بالمباراة وقدرنا نقدم شوط أول كتير منيح، شوط تاني انخفض شوي المستوى بس الفرق انعمل بالشوط الأول الحمد لله، قدرنا ندافع بطريقة منيحة هيك قدرنا نفوت على المباراة والحمد لله نعمل فرق بالسكور وبعدين نلعب مرتاحين. المباراة كانت ندية كتير يعني خصمان قبل كان الفريقان حاسب لبعض حساب بس تحضيرهم كان احسن وهن خبرتهم اكثر، هذا اللي فوق علينا، نحن كلنا عنصر شباب، نحن تحت ال 20 سنه ونحن تحت ال 20 سنه. المباراه خيضت ولاول مره بتشكيله محليه من الفريقين انفاذا لقرار اتحاد اللعبه الذي قضى بتحييد اللاعبين الاجانب عن المسابقه افساحا في المجال امام اللاعبين المحليين لابراز قدراتهم ومهاراتهم لضم البارزين منهم مستقبلا الى المنتخب الوطني. فشل فريق الصداقة مرة أخرى في كسر احتكار نادي السد للبطولات المحلية، ليؤكد نادي السد مرة جديدة بأنه لا زال الزعيم الأوحد لكرة اليد اللبنانية. حسن مرتضى، الجزيرة الرياضية، بيروت. أيضا كابتن بلال، نتحدث عن السد ولكن هذه المرة السد اللبناني، وهناك غياب للأجانب في الموسم بشكل عام. أظن أن أستطيع أن أنوه بالاتحاد اللبناني لكرة اليد الذي أخذ هذا القرار الشجاع، لأن لبنان معروفة في كرة السلة ولبنان الآن بصدد القيام بخطوات عملاقة نحو النهوض برياضة كرة اليد، وأظن الذي يقول السد اللبناني يقول أن هذا الفريق فريق عملاق لأنه بصدد القيام بتحضيرات ممتازة، رأيناه فاز بكأس آسيا قبل وشارك في السوبر جلوب أيضا في كأس العالم للأندية بقطر، يعني أنه فريق يعرف أن له طموحات كبيرة وله رئيس نادي ذكي يعرف كيف ينتدب ويحضر اللاعبين، وأظن أن في السنين القادمة سنسمع بأخبار جيدة جدا على هذا النادي الذي ينتظره مستقبل كبير في هذه القارة. يعني أفهم من كلامك أنه يمشي في الطريق الصحيح أو الدرب الجيد. فعلا إن تقول السد تقول فريق دون ألقاب، لأن السد اللبناني أو السد القطري اخترنا اسمهما بالألقاب. جميل، إذن سنبقى أيضا في عالم كرة اليد كابتن بلال لمجابهة الالتزامات القادمة للنادي على المستويين المحلي والدولي. قام فريق برشلونة لكرة اليد قام بانتداب لاعبين من مستوى عال دعم بهما الصفوف، هما الفرنسي كاراباديتش القادم من مونبلييه والمقدوني كيريل لازاروف وهو القادم من أتلتيكو مدريد الإسباني. التفاصيل أكثر في التقرير التالي والذي أعده الزميل سمير دويدي. برشلونة استهل الانتقالات الصيفية في كرة اليد برفعها إلى أعلى مستوى بانتداب الفرنسي نيكولا كاراباتيتش الذي وقع مع البلوغرانا لمدة 4 سنوات. كاراباتيتش بعد إعلان التوقيع أبدى عدم تصديقه للأمر لأن اللعب لبرشلونة كان حلما بالنسبة له باعتباره أحسن فريق في العالم، فبرشلونة حسب رأي الهداف الفرنسي أكثر من مجرد ناد. نيكولا أو المحارب كانت له اليد طول في انتصارات فريقه السابق مونبلييه والمنتخب الفرنسي في البطولات العالمية التي نال فيها لقب أفضل لاعب حتى قورن بزيدان في كرة القدم. برشلونة لم يتوقف عند حدود كاراباتيتش بل امتدت يد انتداباته إلى خزان أتلتيكو مدريد أين فاز بصفقة المقدوني كيريل لازاروف الجناح الأيمن صاحب 33 سنة والذي وقع على عقد لمدة 2 موسمين. المقدوني لازاروف كتب اسمه بأحرف سميكة في بطولة أوروبا لكرة اليد بتسجيلها أكبر عدد من الأهداف التي بلغت 60 هدفا.
لازاروف قال إنه متعود على الفوز بالبطولات أو صناعتها، وسيواصل الأمر مع فريق الأحلام برشلونة. إذن كابتن، يعني هناك التزامات قادمة لنادي برشلونة وهناك انتداب للاعبين يعني جدد، تأثير هذا الانتداب برأيك على هذه المناسبات القادمة لبرشلونة؟ أظن أن برشلونة فريق الألقاب، يعني فريق يلعب كل سنة على ثلاث واجهات، كوبا أزوبال، كوبا ديل ري، وأيضا الشامبيونز ليج. لعب هذا الموسم وانهزم في الدور النهائي أمام هومبورغ. فريق برشلونة يشعر بالخطر، يشعر بالخطر الآتي من فريق كيل، يشعر بالخطر الآتي من فريق البيزي. بيزي السنة القادمة سيكون فريق قوي. أظن برشلونة جهز نفسه ووقع عقد مع كبير مع نيكولا كاراباتيتش الذي يبقى قيمة ثابتة ومن أفضل اللاعبين في العالم، وأيضا كيري لازاروف الذي توج كأفضل هداف في مونديال كرواتيا 2009، هداف في تشامبيونز ليج 2005 2006 2007 2008، وحاليا ثالث أفضل هداف في يعني في الدوري الإسباني. أظن كيري لازاروف انتداب قيم لأنه يعرف الدوري الإسباني جيدا، وخاصة غريم البرشلونة لكي يطمئن على لقب البطولة. وأيضا نيكولا كاراباتيتش الذي له تحديات شخصية ويريد أن يبرهن للعالم أنه ما زال في أوج عطائه. يعني انتدابات قيمة، هل كان بإمكانهم مثلا أن ينتدبوا أسماء أخرى برأيك؟ ربما نادي برشلونة لا يريد الإفساح الآن على أسماء أخرى، لكن أظن أن المواقع الآن، لأن نعرف أن على ورقة التحكيم لا يدون إلا 14 لاعبا، لكن تقريبا في كل مركز لهم لاعبين من أعلى طراز. برشلونة السنة القادمة سيكون من أقوى الفرق في العالم وسيلعب على تشامبيونز ليج وأيضا على عديد الوجهات. أظن ربما هناك بعض المفاجآت قد تأتي خلال هذا الأسبوع. إذن يعني تنبؤاتك سننتظر يعني نتائجها على أرض الواقع بدون شك. ضمن مباريات إذن الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا لكرة اليد المقررة العام المقبل، عززت فرنسا المتأهلة سلفا، عززت صدارتها للمجموعة الثالثة بعد فوزها على ليتوانيا ب 25 هدفا مقابل 23. المنتخب الفرنسي فرض أسلوبه في الشوط الأول قبل أن ينهيه لصالحه 14 هدفا مقابل 13. أما في الشوط الثاني فقد وصل الخبراء عروضهم القوية ليحسموا المباراة بفارق هدفين. كابتن بلال، نتحدث هنا عن المنتخب الفرنسي، وكما قلنا هو فرض أسلوبه في الشوط الأول وواصل على نفس النسق في الشوط الثاني أيضا. فعلا، لكن ربما تحدثنا على نيكولا كاراباتيتش على مع فريق البارسا، ولو لم يكن هناك نيكولا كاراباتيتش في هذا اليوم كان هناك مشاكل كبيرة يعترضها فريق منتخب فرنسا على المستوى الهجوم، لأن لاحظنا غياب نارسيس أثر أيضا، وأيضا أمور تكتيكية عالقة بالنسبة لكلود أونستا، وأيضا فريق ليتواني طموح جدا في بعض الأحيان أخذ الفريق هدف وهدفين على منتخب فرنسي، رأيناه متعب ومنهك لأن أفضل لاعبيه يلعبون في أقوى الفرق الأوروبية، ونهاية الموسم نعرف أن منتخب فرنسا يعج بالنجوم، لذلك منتخب ليتوانيا كان